والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا عندي رسالة نختار نوجهها للرأي العام ونختارها توصل للجهات المعنية كاملة. والرسالة هذه تتعلق بالجيش. أنا قط نهارات تعرضت للظلم واضح من قبل حد من الضباط اللي في كتيبة حفظ السلام اللي متواجدة ذلك حالا في أفريقيا. ناس كاملة الحمد لله يفهم تعرف ذيك القضية اللي خلقت لي فهم. وذاك اللي وجه لي من التهم ما عندي به علاقة يسوى هي شنهي ولا أنا قتلي فيه ولا جمل بسبب أني أنا عندي مشكلة مع حد من الضباط فهم الناس صرت أعرفها. المشكلة هذه خالق واحد من الضباط قط جاني ليلة أنا طالع وقتي وعدل الرواية في السكتير اللي أنا طالع فيه والناس كاملة تعرف على أن رجاج منين يعود طالع ولا خاصة قاع فهم يعرفوا على حد وعدل الرواية في السكتير ويعملوا لا كراع وتنقلع من زر السكتير هو اللي فيه يعرف عنه لا يجبر هو مشكلة ولا يتجبر بسطته مشكلة ولا يجبر شمل الكراكة ينطر له الدنيا وما فيها. لذا أنا ماني قابل حد يوحني ولا لا يدير راس فوق راسي حد لا يعدل المسألة ما يعدلها السكتيري. أنا كيف إني طلعت خلقت الرواية هذه اللي هي اللي كنت نقدر نوضح حالكم بالحرف الواحد يا غير خالق ياسم الأمور أنا ما نختار نقوله في وسائل التواصل الاجتماعي وراجم عند مولانا ألا تنحل مشكلتي في أسرع وقت ممكن والله ينقبض في الإجراء اللي يافته ينقبض يسوع لي ينقزوني ويتصفروني وخلوني يتمشي يا غير بعد نعود ما نتم في هذا النوع من الظلم اللي هو أنا دائما أسمع واحدين يقولوا أنهم ظالمون وشو واحدين ينقزوا بسبب الظلم ويقولوا أنهم ظالمة ويعيطوا وشو واحدين يتكلموا في وسائل التواصل الاجتماعي ويقولوا عنهم ظالمة يا غير ما نعرف ذاك الشيء غير بعد درك حقيقة تعرضت له أنا من نفسي وشاهد عليه وشاهد بين يدي الله أنه ظلم بين وحد كامل ذم ذيك الصنقة اللي ذي هي حالة الكتيبة اللي في وسط افريقيا ضرك شاف ذا فيديو ويعرفني انا حق المعرفة وفتشتغلت معاه يعرف كاني مظلوم والله ماني مظلوم وراجم عند مولانا لا وسائل التواصل الاجتماعي تشارك الناس كاملة ذي الفيديو عليها يسوى اللي لا يخلق مسائل لازم تعين الثالثة معي خالي واحدة تنحل مشكلتي في أسرع وقت ممكن ويخرص فيها والله مولي ينقبضوا فيها إجراءات تعود ذيك هي واضحة نحكم ونحبس وننقز ونخلى ماشي قادم بديل ما هي أكبر من قدها ولا هي أنا ماني أطمن الخلق كامل اللي فات نقز ماني أطمنهم يا غير نعرف أنا علني ماني معدل علاش ونقز ولاني معدل علاش يجيب الراس المشاكل إذا عاد هذا فيديو اللي انشر طارق حالا لا يجيب لي المشاكل أراني قعدت فيهم بيه اللي ندور نشره ولا لا يردني عنه شيء هو شنو بيه ماثل عندي حل ما هو هذا اللي عدلت انا مظلوم ظلم مبين من قبل حد من الضباط اللي في الكتيبه والناس تعرفه والمرده كامله بالتفاصيل لعل عدانا كاذ يمشي حد يسول عنها دور يجبر الاخبار ثانيا المولي اللي لا يكذب يبعد شهوده انا اللي نعود كاذب ما نقول على الشهود يراهم وهم الشهود يراهم وهم كتيبه كامله تعرف ذاك اللي خلق لي انا مع ذاك الضابط فهم وتعرف انه هو سبب علي المشاكل ومن الليله اللي خلق فيها اللي انا كل تهمه توجه لي وخاصه اني نعود ليلته هو طالع فرناس نعود ليلته هو طالع فرناس يكرياه للمشاكل مش ما نعرف هو شنو لانه وقعه مشكله انا جيت نهارات هون ما عندي مشكله مع صنقتي وجيت في ذني الطبيعي اللي جيت نرجع قالوا لي الناس مالك راجع فت درت دبشي درته في الوتم ماشي راجع شهر سنترافي حازوا على دبشي وقالوا لي انت مالك ماشي تي تسول عن قضيه قالوا لي انت من ضمن الجماعه اللي مردوده وذوك راهم اللي يعودوا هاردين والله لا هاردين قاع الضرب ومردود معاهم بينما فم واحدين اخرين يستحقوا يرجعوا وراهم يعرفوا الناس اللي فم في سنتر افريك انهم هم الموتيف الحقيقي وهم هم اللي معدلين المسائل اللي مولاها ما يالطو يرتد يالطو ينقز اللي نعودوا لا نقولوا الحقيقه ذو ما نطح العدل وما نطحت فيه شي صاحبتها وذوكم فمت اياها ويسرفوا ويشتغلوا لا عندهم شيء بالنسبه لي انا شخصيا ما فتنقزت يقر وعدل لي شيء انا نختار عنه نقزت بيلي شو اولا انا وشودت سمعتي وانفضحت في محيطي كامل وصرت اصحابي صنادره ما تيت نقدر نتكلم قدام واحد منهم ولا رقب بعيني قدام واحد منهم بي التهم اللي وجهوا لي ما عندي بهم علاقه هذا روالكم حر ويقتل الى التراب رقاش توجه له تهمه ما عنده لا قتله فيها ولا جمل وتثبت مولي عليه ونيت اللي يتكلم ما يجبر قاع حد يشد معاه الاخبار انا جيت من سانتر افريك هون ما سولني حد عند اللي خارج لي وش وفم في سانتر افريك حتى شيخي اللي عليا فم قائد الكتيبه اللي موجود دارك حالا فم حتى ما كونفوكاني يسولني على المرده اللي خلقت الشغل هذا صالح حد يحكم على لقاش بروايه قايل هالو
حد آخر عنده هو معاه سوء تفاهم. أنا ذاك الشخص دي جي وقال عني ذي الأخبار، أنا أحقر لي من دبش ماليش ولا يجد بي بي اللي مبلغ عن شم الأمور كان هو لا يعدله والله معدله ما هو صالح. ومن ذي من ذيك الليلة اللي هو يقاطع لي ويجبرني بتو الشيخ من يعود إلى وذلك لا يراك يسوش العدل لا يراك هو شيخك ولي يعود يقاطع لك لا يجبره إلى كل صفة عدلته يدور يوقعكم مشكلة. وأنا عاجبني وراني عاجبني وحدين راهم هم وراني من ذي المنبر راني بسلم عليهم وبالله الذي لا إله إلا هو أنا رجال حق حق ولا يعرفوا الحق ولا تندمتم ولني ما سمعت لهم البداية بيه اللي قالوا لي أنت هذا الضابط مالك لي تعب هذه قالوا لي تمونك بيها معناها أنك لعبت ببساطك والله لعبت بقريبك والله لعبت بكذا تلفن من ضرك حالة من ذي اللحظة رغم أنه ما ولي يخليك بيها ما شفته في وجهه شي خاسر ولا قط قال لي كلمة خاسرة ولا أني متوصف لي قاعد لأن ذي اللي عدلت أنا على أني قد قاعد يجر لي مشاكل والله قدروا عاقب علي بيه اللي نحن أول شنو قراه اللي بلا أنا منين عود صندري طالع وتعدل رواية في سكتير اللي أنا طالع فيه يعملوا لاجة حد وبض لصار جير من سكتير يتماشي به أنا هو المسؤول عنه إنني شي حد لو أدروا ما يراه أول شي تعرفوا أنتم كاملين على أنه لا يعدلوا لا يقول وين هو صندري كان طالع ولا يخرصوا الوقت اللي كان طالع فيه والوقت اللي انقبض فيه صار جير معناه لأنه شلي يخلي إنين ما يجبر شلي نقول أنا لا نقول كان هون ما نعرف له شيء لا يقولوا لي اها انت هون مطلع علينا احنا وعلى ما ترين وعلى اللي يحرك مشي هون كامل زي السكتر معنى انك من يتعود ما انا قادر تقوم انت معنى انك ما انا طالع وتعرفوا ذاك اللي لو جاري منتهم والكلام الخاسر وتعرفوا ذاك اللي لو وقع فيه العقوبة انتم تعرفوا لكم جاهلين عنه معنى اني نعود رقاجي لا بلغ برواية ذاكية موت محمد ما يلطج تم على الضلال انتم ذوك اللي فهم كاملين وشاهدين على القضية وتعرفوا على اني انا مضروب أراكم ياسر منكم ما أتكلم ذم ولا أشد حد الأخبار ما أشوف عليكم بإن أعرف أن منكم تكلم لا يعود مصيره كيف مصير يعني مباشرة لا يتوجه له تهمة ما عنده بها علاقة وتندال عليه وتذبت عليه ما في يقدم ولا يتكلم المشكلة الوحيدة المطروحة هي على أنك يوجه لك حد تهمة ويديرها عليك بالأدلة والبراهين ولا تتقد قاعد تتكلم ما تناقش معك ولا شاهد حد معك الاخبار كي يخرق لي انا جيت من فهم لين هون موريتان جاي باذن طبيعي ما قال لي حد شيء ولا شاهد حد معاه الاخبار كاني مردود والله ماني مردود انت الناس هون تمشي راهم ولا يعلموا اكبر الشاهدين والناس اللي راعوا في فيديو ظهرك راهم حالا في مبسط غير يعرفوها وشاهدين عليه دبشي في الدرتو في الوتر قالوا لي قلعوا انت قالوا لي مالك ماشي سورتهم علاش قال لي الكوماندار اللي مقري تاع ما نعرفوا لك شيء احنا قال لي جاتنا هون نوت لأنك مالك حارق قلعت بشك وفا قلعت ماتريالي ومشيت مع الناس شكيت عنها كسرة مسلمين لأني لنوجيهوك ندور نسول والله يشد حد معايا الأخبار والله يعرف حد قاع أنا ذي المشكلة اللي وقعت فيها شن هي أنا ماني ضد أن الصنادر يجبروا المشاكل ولاكم أنتم ضدها ولا فهم حد ضدها قلي الصندري ما يجبر مشكلة يا قال يوفري فيها وتخرص ونعرف مشكلته شن هي يا إخوان هذا ما هو بالصفة هذه هاي المؤسسة العسكرية ما خالق ياسر من الامور ما يلطو يعدل فيها وانتم وين تعودوا لا يتموا لا اللي جبر مشكله والله وسوقات عليهم رده والله جاء حد اخر شيخه وقال عنه روايه ما انزل الله بها من سلطان وجاب الادله والبراهين وثبتها عليه تحوزوا عليه وتصفروا وتنقزوا والله تعاقبوا والله تحسنوا قدام المحيي والمعلوم راسه ما عليه زغبه محسن ومعاقب هذا الرويخي ولا هو صالح ولا هو زين ثانيا مولي لين يقضوا فيه الاجراءات ما شاد قاع حد معاه الاخبار للي خلقوا له شنو هذا ما يتواسل وبالنسبه لي انا شخصيا نعرف اني ذا الفيديو اللي راعيني لا عدلت لك حالك وراي لكم لا ينشر ولا نمشي لكل حد وحد سامع لي شافه يشارك وينشر شور بل من يقد يلحق الى ابغاو ينقزوني ولا ابغاو يقهلوا علي ولا ابغاو يديروا حبل في رقبتي ويشنقوني بيه اللي انا ذا الظلم اللي يمارس علي نختار عنه حد يدير في راسي عماره ويخبطني بيه بيه اللي يمارس علي ظلم ولا سوني حد عن ذا اللي خلق شنو انا لو كان قاعد عيط لي حد وسوني عن المرده كامل وبالتفاصيل وذا كامل وشد معايا اخباره يسوى قاعد علي يحكم علي بذاك اللي يبغى يحكم علي بيه يقال انت شيخ صنقه يجيك صندري وكربي عليه شي من الامور ما انزل الله بهم سلطان تحكم عليهم بيه هذا ما يتواسل ولا هو صالح انا مولي لعبت عندي مشكله والله مخزي والله كل شيء نعدله الصدر الوحيد ما يقدر يكذب به ما خالق صنقه لا يشتغل فيه ما صاحبته راي ذم ودوسيته راي ذم
انا اصلا قال لي قاعد